بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة. وقد أعرب سمو ولي العهد في برقيته عن أصدق تهانيه وتمنياته لجلالته بوفر الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والنماء، منوها سموه بعلاقات الأخوة والتعاون الوثيقة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين في المجالات كافة.